وفي هذا الخبر العاجل، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، حيث أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، ومشيدة في هذا الإطار برؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، وأيضا تجربة مصر ناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى عدد من القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكدت فوندرلاين اهتمام الجانب الأوروبي بالتنسيق الجاري مع الرئيس السيسي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وكذلك فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية العام الحالي COP27. وقد توافقت الرؤى حول ضرورة استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين، سواء على المستوى الثنائي المباشر أو في إطار المحافل الدولية، بهدف العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة وصون السلم والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائها.